بسم الله، مع المواقع المتميزة في ذكاء صناعي كيف بأول ما بيظهر معايا الموقع بيظهر بالشكل دوت، فممكن تختار من الصور المعمولة كريت بشكل حلو وتعدل عليها، أو إن أنت تبدأ من الصفر. فهقول له أنا عايز أبدأ من الصفر، فبيقول لي اختار الشكل اللي أنت بتستريح ليه. أنا مثلا عايز حاجة زي كده، عايز حاجة زي كده، تمام. فهقول له إن أنا مثلا عايز من هنا، وأبدأ أوصف أي حاجة، مثلا sun under water، تمام. وبيقول لي أنت عايز محتاج كام صورة، هقول له مثلا 4، الحجم بتاعهم، وهقول له create. فجاب لي الحاجة بالشكل ده. طيب هو كل شوية كل يوم بيبدأ يديك مثلا 5 كريديت، حاجة زي كده تقدر ان انت تعمل بيهم صور. فخلينا نقول له كرييت تاني، ونقول له مثلا عايزين حاجة بالشكل دوت، وهقول له مثلا كات ان ذا مون، وممكن تختار البرانتر اللي انت عايزها، سكوير الشكل بتاعها، كم صورة كده، كل العوامل اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له كرييت. ففي ثواني يبدأ يعمل لك الصورة بالشكل دوت. تقدر تنسخها، تقدر تعملها داونلود وهكذا. طب بما ان احنا عندنا لسه نقط، فهقول له خلينا نشوف بقى توب كرييشن. تمام، هنعمل ايه بقى؟ ممكن اولا تشتغل على ديسكورد، تمام، زي الميد جورني. تمام، ممكن نختار صورة زي دي واقول له انا عايز دبليكيت منها، فيبدأ ياخد لي كل الكلام اللي الراجل كتبه عشان تظهر له الصورة ديت. ممكن تعدل عليها، تمام، كفر ارت لو انت في حاجة عايز تعدل تشيلها. وتقول له اعمل كرييت، فعمل لك الشكل ده، حط لك الجالاكسي في قلب الكون، في قلب قهوة.